أكثر من 51 مليون إيطالي يصوتون لاختيار 76 نائبا جديدا في البرلمان الأوروبي. هذه الانتخابات أكثر ما يقلق فيها هو نسبة الامتناع عن التصويت. هنا داخل مركز الاقتراع هذا في مدينة ميلانو، حيث كان يصوت رئيس الوزراء الراحل سيلفيو بيرلسكوني تاريخيا، حضر كبار السن على العكازات للمشاركة في عملية ديمقراطية قاطعها هؤلاء الشبان الذين فضلوا اللعب بالكرة خارج المركز. مع كل انتخابات يرى جيل الشباب أن توقعاته وأفكاره لا تؤخذ بعين الاعتبار كما كانوا يأملون، وبالتالي فقدوا الثقة في أن يصلوا إلى شيء عندما كانوا يصوتون لهذا المرشح أو ذاك. هذه الانتخابات توصف من قبل كثيرين وأولهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بأنها مفترق طرق بين تعزيز أو إضعاف الاتحاد الأوروبي، خصوصا في ظل الحرب الأوكرانية. على الجميع أن يشارك في التصويت بسبب الظروف الخاصة التي نمر بها. يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تكون متحدة، لأن الاتجاهات التي يريد البعض أخذنا إليها قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة. هذه التغييرات الكبيرة قد تتحقق إذا ما تمكن من يوصفون هنا بالفاشيين الجدد أو رجال الكرملين في إيطاليا من إحداث اختراق في جدار أوروبي يتداعى. اختار كبار السن أن يسندوه في حين وقف الشباب بعيدا من دون اكتراث لما قد يحدث. فادي الدهوك من مدينة ميلانو الإيطالية العربية.